تعال حد يقول لي هنا في ركبه في فخذ وفي ايد، نرجع طبعا. تاني دي بينالتي ضربه جزاء صحيح. ستوب هنا، انا وانا بجري كلاعب رايح لكورتي بسرعتي، هل الفخذ هنا او الركبه هنا؟ نمشي نمشي نرجع تاني. ايوه واضحه هنا جدا اعاقه دي ايه يعني؟ سؤال بينالتي. بس اين الفار من هذه الحاله بالقياس بالحالات الاخرى؟ صحيح. اين غرفه الفار من هذه الحاله؟ يا سيدي يا سيدي، ده انت جبته في الحاله بتاعه حسين الشحات. ما رجعلوش تمام يا فندم، ما بيجيبوش كلمهوش اساسا، جبته في حسين الشحات. هات لي اللقطه دي تاني بعد اذنك. تاني الفار ما بيروحش للنادي الاهلي تاني. يلا اللي بعديها. ستوب بنالتي رسمي. خش ماشي نمشي. ايه الرجل دي؟ الفخذ ده عمل ايه يا كابتن علي؟ بنالتي رسمي. ها لازم لازم يا كابتن. ما بص يعني هنا واضح من بدايه اللقاء ان هو اللي عايز ياخد القرار، يعني في اكتر من لعبه مش عايز يعني مش عايز يسمع، هو دايما اللي رايح انا لا انا هحسب مش هحسب. تمام. انا بكلم كابتن احمد على ايه؟ انت تقنيه الفار انت قاعد ليه؟ الرؤيه يا كابتن احيانا ما بتبقاش واضحه. انا قاعد بالنسبه للفار معمول علشان دي، هو الطبيعي انه يناديه، وممكن على فكره ممكن يعني بالزبط. واضح النهارده ان الفار بيناديه في اكتر من كوره، وهو مش عايز. هقول امبارح ايه اللي حصل، لكن شفنا الفار امبارح بيزعج الحكم في حاله من الحالات، يعني ده استدعوا الحكم في البنالتي بتاع الزمالك. جهاد جريش حكم كبير، ده استدعوه في البنالتي اللي هو يعني الطبيعي ما يتحسبش. صحيح. جهاد جريش لا يتاثر بضغوط، ولكن في الدقيقه 88 تم استدعاء جهاد جريشه في مخالفه داخل الصندوق، اعتقد الكل قال عليها ان ما فيش فيها اي مخالفه، وبالتالي رجع جهاد جريشه احتسب المخالفه ركله. لا بص انا هشرح لك حاجه يا كابتن. في اوت جالنا احنا لاعب المحله مسك الاوت اللي هو لينا احنا، وراح يقول للحكم الفار. احنا مش هلعب الا لما تروح تشوف للفار. انت خدت بالك من الشوط الاول؟ ده اعتراض. واخد بالك انت؟ والمحكم رايح له يكلمه وبيتكلم معاه عادي جدا، ولكن القانون بيقول ان حاجه زي دي المفروض فيها انذار. لازم يعني لازم يكون في بطاقه ومش الاوت بتاعه رميه التمات، وبيتناقش معاه وبيامره يروح يشوف الفار. بالظبط. يبقى عندنا هنا كابتن ايمن ركله جزاء لم تحتسب لصالح مين؟ محمد هاني. اعتقد صحيح. يعني الصوره واضحه، واحنا يعني ما بنتكلمش غير بالصوره اللي موجوده عندنا، ومن خلال الصوره بنحكي. السؤال الفار فين من هذه الحاله؟ نروح للحاله اللي بعد كده.